أجرت التلفزيون المصرية عدداً من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم. حياة التأمين الصحي الشامل هي منظومة شاملة متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية. قبل ثورتي يناير ويونيو كان مطلب الشعب المصري هو حماية صحة المصريين، لأن نهوض بصحة المواطن المصري معناه نهوض بالدولة المصرية ويحقق تنمية حقيقية، لأن المواطن الذي نحافظ على صحته هو الذي سوف يساهم في تنمية بلده وتعميق الصناعة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة. بيتم مناقشة الموازنة العامة للدولة في ظروف استثنائية عالمية في مشهد عالمي مضطرب لتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والمالية في كل دول العالم، بيترتب عليه خفض معدلات النمو وزيادة معدلات التضخم. ورغم هذا أن الدولة المصرية طبقا لتوجيهات السيد الرئيس كانت حريصة على يعني كل الأمور التي تؤدي إلى الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، فوجدنا أن الموازنة العامة للدولة تتضمن حوالي 356 مليار للدعم الحماية الاجتماعية، 400 مليار للأجور، 22 مليار لتكافل وكرامة وضمان المعاش والمعاشات الضمان الاجتماعي، أيضا تتضمن 376 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو 10% عن السابق. كانت الدولة حريصة على تحقيق النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي ووصلت لحوالي 860 مليار جنيه. مشاركة مصر في بنك التنمية الإفريقي هي مشاركة تاريخية، يعني منذ سنوات مصر من أهم الدول المشاركة في بنك التنمية الإفريقي، سواء كدولة من أعضاء مجلس إدارة هذا البنك وهو واحد من أهم البنوك التنموية في إفريقيا إذا كان هو الأهم، أو كدولة بتستفيد من التمويلات بنك التنمية الإفريقي، فإحنا مشارك ومستفيد من زاويتين تقريبا بنفس القدر. التصنيف الائتماني لبنك التنمية الإفريقي من مصلحة جميع الدول الإفريقية أنه يظل في التصنيف المرتفع، وبسبب التغيرات الاقتصادية العالمية من المتوقع أن يكون في خطر على التصنيف الائتماني، وبالتالي كانت فكرة أو كان المطالبة والقرار بالاكتتاب العام للدول الأعضاء أنها تقدر تساهم بأسهم.